أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث من كورس السكال، واللي هنتكلم فيه عن مفصل التي ام جي اللي هو تيمبورو مانديبولار جوينت، المفصل اللي بيسمح بالحركات الضرورية للمضغ. من حيث التكوين العظمي لمفصل التي ام جي، فبيتكون نتيجة اتصال الكوندايلويد بروسيس الموجود في المانديبول بالمانديبولار فوسة الموجودة في التيمبرال بون، وبيكون موجود قدامهم بروز اسمه Articular Eminence of the Timbral Bone، بيمنح حركة الكوندايلويد بروسيس للأمام.